الأذكار، أو كتاب في الفقه شرح المجموع شرح المهذب. المهذب مؤلف من مؤلف الإمام الشيرازي في الفقه الشافعي، فالإمام النووي شرحه فسماه المجموع، مجموع شرح المهذب. وله كتب أخرى من كثير. هذا الإمام بدأ كتابه بمقدمات يسيرة، ولا بد أن نأخذ هذه المقدمة لأنها مهمة. طبعا لا نشرحها كثيرا، نشرحها على العجالة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا هو أيضا كما قلت سابقا عن الإمام الحرمين، وأيضا فيه نوع من أنواع الشعرية. فالحمد لله العلماء قاموا وحققوا كتبه، حققوا كتبه، يعني يعتبرونه إماما جليلا من أئمة الدين رحمه الله رحمة واسعة. قال الحمد لله، لا نقرأ هذا الكتاب، يعني هذه النسخة حتى لا تسيل عين، يعني صغير الحجم جدا، فأنا أقرأ من الحاصل. قال الحمد لله وصلى الله وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب، ليس هذا، هذا قول الشاعر. أوكي. قال الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين أو والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسهله المزيد من فضله وكرمه. أنا أقرأ، أنتم فهمتم هذا. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلمة وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. بهذا بأني في هذه المقدمة نرى هناك كلمة مهمة جدا هنا، قال المخصوص بجوامع الكلم، فهذا باعث لكتابة هؤلاء الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب. جوامع الكلم، جوامع الكلم يعني كلمة يسيرة قليلة لكن فوائدها كثير، هذه هي الجوامع الكلم. قال أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل. طبعا قال روينا عن علي، الإمام النووي ما رأى الإمام علي بن أبي طالب ولا عبد الله بن طالب وحذف الإسناد، يعني هناك شيء يقتضي السياق طيب يقتضي السياق أن نبينه إذا سقناه، نقول رويناه يعني بإسناده إلى علي ابن أبي طالب. هكذا يفعل العلماء أحيانا، يحذفون الأسانيد. حتى هنا في هذا الكتاب حذف الأسانيد، يعني رجاء الاختصار، جاء الاختصار، ويريد للطلاب أن يحفظوا هذه الجوامع الكلم، وكيف يتيسر لهم ذلك إذا كانت الأسانيد موجودة عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن كذا، سيكون كثيرا. فلذلك حذف الأسانيد. الإمام بخاري أحيانا يفعل هذا،
يفعل هذا في كتابه الصحيح. قال روينا عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابي الدرداء وابن عمر وابن عباس وانس بن مالك وابي هريره وابي سعيد الخدري من طرق كثيرات بروايات متنوعات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على امتي 40 حديثا من امر دينها بعثه الله من القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. طبعا هذا الحديث العلماء تكلموا في صحته. وقال هو أيضا تكلم عليه، وإن شاء الله سوف هكذا نلقي بصيص من الدو عليه ونمر عليه هكذا. وفي رواية أبي الدرداء قال رضي الله عنه: وكنت له يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. إذن إذا كانت هذه الأحاديث صحيحة، سبحان الله، هذا كرم عظيم. أن الله صلى الله عليه وسلم يشفع لك إذا حفظت 40 حديثا من أحاديثه، وتكون في زمرة الفقهاء وإن لم تكن فقيها، تكون في زمرة العلماء وإن لم تكن عالما، هذا الشرف شرف. لكن للأسف هذه الأحاديث فيها ما فيها. ورواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت تركه. وإن كثرت تركه يعني مع كثرة تركه الحديث ضعيف، الحديث ضعيف يعني هو كما قال، كما قال الحديث ضعيف. إنه إمام وقد صبر الأسانيد ورأى أنها كلها أسانيد ضعيفة. طبعا يعني سمعنا في الآونة الأخيرة أن بعض العلماء يريدون أن يقولون، طبعا في خلاف بينهم، يقولون أن الأحاديث، أن الحديث الضعيف إذا كان يعني ضعيفا محتملا أو ضعيفا غير شديد، وجدنا ضعيفا آخر يجبر هذا هذا، فيرتقي إلى ماذا؟ إلى الحسن لغيره. طبعا إذا لم يكن أو إذا لم تكن هذه الطرق يعني طرق ضعيفة يعني شديدة، شديدة الضعف. أما هنا قال يعني بالاتفاق اتفق الحفاظ على أنه ضعيف. إذن الإمام يعني فيه تراجم أو لا يعني أنا لا أخوض فيه، ولعل أبو خديجة و يعني. طيب هناك طرق أخرى عن معاذ بن جبل أيضا يعني كثيرة، مع أن ذلك يعني ضعيفا. طيب فواصل قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم، انظر هذا اللفظ رضي الله عنهم، هل يجوز لنا أن نترضى على العلماء وليس صحابة؟ هذه الألفاظ ليست أقول ليست مضطردة، ليست مضطردة يعني ليس يعني ثابتة مستمرة على أو مختصرة على الصحابة، قراء التعاليم رضي الله عنه، لكن ليس لا يكون من 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 عادتنا دائما أن نقول رضي الله عنه كالإمام تيمية رضي الله عنه، والإمام كذا رضي الله عنه، رضي الله عنه. طبعا هذا معروف عند الصوفية، إذا لاحظتم إذا كتبوا نياز كذا يقول رضي الله عنه، أرتي رضي الله تعالى عنه، حتى بألفاظ يقول رضي الله تعالى عنه. طبعا هذه اصطلاح، لذلك يعني كما نصحنا لأخينا ولغيره أن ألا نشغل أنفسنا بهذه الأشياء، نقول لا أين الدليل يعني قول صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أين الدليل لتراحمنا على العلماء الأموات والعلماء الأحياء، نقول لهم ماذا؟ حفظهم الله تعالى ورعاه. ما هو الدليل؟ هل أنت تتعب نفسك؟ ها أين الدليل على أن أترحم على عالم ميت وعلى الحي أن أقول حفظه الله؟ طيب الصحابة رضي الله عنهم طيب قد يجد مخرجا ومنفذ، قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضى عنه، هذا منفذ الحمد لله. طيب وصلى الله عليه وسلم قد شرحناه،
الله عز وجل هو الذي أمرنا خلاص. صلوا عليه وسلم تسليما ثم نقول صلى الله عليه وسلم وخلاص. فإلى يأتي ويقول لا أين دليلك؟ لماذا ما قلت أنت تقوله أنت؟ كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم توفى العلماء نقول رضي الله عنهم رحمهم الله رحمة واسعة. حتى بعض العلماء يقولون تغمدهم الله برحمته. وبعضهم يقول عفى الله عنه. وبعضهم يقول قدس الله سرهم. هذه الألفاظ دعاء. دعاء إلا إذا عرف عن أهل البدع والأهواء. خاصة مثلا إذا ذكر اسم علي ماذا يقولون؟ كرم الله وجهه. طيب إذا ذكر اسم أبي بكر يقول رضي الله عنه أما علي كرم الله وجهه. فهذا معروف عند الشيعة. إذن أحيانا قد نقول كرم الله وجهه. فإذا ذكر اسم أبي بكر أو عمر نقول كرم الله وجهه أيضا. هذا دعاء. أما أن نقتصره على علي فهذا علامة من علامات التشيع. طيب قال في يعني وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن مبارك. يعني الشيخ قد يعني ساق لنا شيئا من ترجمة الإمام عبد الله بن مبارك. قال أول من علمه هو صنف في الأربعين قال عبد الله بن مبارك ثم محمد بن أسلم التوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم الأصفهاني وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني. تعرفون أبو عثمان الصابوني؟ تعرفونه؟ له كتاب مصنف معروف. ما اسم الكتاب؟ أبو عثمان الصابوني. ليس الصابوني هذا تفسير هذه الأحكام. ليس هذا. ليس لا هذا صنف في الفرائض أيضا. ليس هو. نعم. مختصر تفسير ابن كثير. له مصرطة. لا أعرف عنه. العرش. له كتاب يعني كتاب في العقيدة في المنهج. لا. سبحان الله. لا في بداية سنة. عقيدة أو اسمه عقيدة يعني عقيدة له أنا نسيت كتاب أصحاب الحديث يعني هذا الذي أخير يعني هو آخر الكتاب. له كتاب يعني في المنهج وأيضا يعني صنف في الأربعين شرح أصول عقيدة الثاني نسيت إن شاء الله إذا تذكرت. ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. قال من المتقدمين والمتأخرين. طبعا يعني في كتاب يعني كشف الظنون سنجد الذين تكلموا في هذا ومعجم المصنفات الواردة في فتح الباري سنجد هذا يعني الخلائق المذكور. قال وقد استخرت الله تبارك وتعالى في جمع 40 حديثا ابتداء بأولى أئمة الأعلام. الله أكبر. قال استخار الله ولا خاب من استخار ولا ندم من استشار. إذن استخار الله عز وجل همه أمر ويريد أيضا أن يدلي بدلوه فيما يتعلق بهذا الموضوع فاستخار الله تعالى. هذا شأن العلم شأن أهل العلم هكذا يفعلون. أريد أن أفعل كذا ليس لأجل أحد ليس لأجل أحد هو يريد أن يفيد الأمة فاستخار الله ثم يعني جمع قال اقتداء بأولى الأئمة الأعلام. لذلك لا تيأس أنت أيضا قد تصنف ويكون مصنفك أنفع مما من المصنفات السابقة. والله هذا يحدث. هناك كتاب أنا أتعجب منه. العلماء صنفوا مصنفات كثيرة في
ما يتعلق بأحاديث الأحكام. هل تعرفون أحاديث الأحكام؟ نعم، أحاديث الأحكام هناك، يعني هذا من فروع الحديث، أحاديث الأحكام. كما عندنا آيات الأحكام. أها، هذا الإمام صنف كتاب، اختصر كتاب الإمام ابن دقيق العيد فجوده جدا، كما قال الإمام ابن حجر، قال جوده في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، هذا في ترجمة، قال اختصر كتاب الإمام فجوده جدا، فسماه لو يعني أسماء كثيرة، لكن الأرجح عندي يسمى المحرر في الحديث. هذا كتاب نافع جدا، نافع جدا. وهذا الرجل، هذا الرجل اسمه محمد ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الهادي ابن قدامة الصالحي، هو صغير جدا ومات ولم يبلغ 40، والله من أخص طلاب ابن تيمية، ممكن معظمنا لا نعرفه. هو كتب ترجمة لابن تيمية، ترجمة، هذا ترجمة معلوم عند العلماء كثير، لكن طلاب العلم كلنا نعرفه، عن ابن تيمية سبحان الله، وما بلغ 40، فتوفي قبل 40، يعني ولد في سنة 705 ومات في سنة 744. إذن كم سنته؟ ولد في سنة 705 وتوفي في سنة 744، كم سنته؟ 39 years. والله إنه تمي يجيبي أدوبي إبننا في الدار باي. صنف مصنفات كثيرة، مصنفات كثيرة، حتى الإمام الذهبي، إمام الذهبي مجيء سبومي، إمام الذهبي إنسان أبوك ديجاو كم أكو يا موتوندي كنيون كني إما بينو. الإمام الذهبي كان أستاذه يعني ومعلمه، لكن ما جالسه محمد بن أحمد هذا ابن الهادي الإمام الذهبي إلا وأفاد الإمام الذهبي. الإمام الذهبي في كتابه له كتاب في ترجمة الحفاظ سماه تذكرة الحفاظ، لما ذكر مشايخه ذكر اسم طالبه، ذكر اسم طالبه. أنت أيضا أنت تنفع الناس، لا 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 تصغر نفسك، انت اتيو داني كيكين واريري تمينو جامنك من تواضع لله رفع مما يري لك افا مني قرا قالك افا يدو متو تذلل والله يرفعك الله، يرفعك الله. شو افاي او بي جو غان وي تمو شلوني كي المحرر في الحديث، يعني صنف كتاب المحرر يعني في الحديث في أحاديث الأحكام. أوكي. إن بقولوا شيء تراي. إن توفوني سمعت مو في مورا يواني يوم. الإمام ابن دقيق العيد. الإمام ابن دقيق العيد أشي ترى الإمام في أحاديث الأحكام. أشي كوني عام 702 أعتقد. أفا يقو بالاي. أفا يو بالايه كو با ابن دقيق العيد يا 703 ابن دقيق العيد إذا كان ما ابن دقيق العيد هنا وانتيو شترى شرح عمدة الأحكام توني توما تو دا 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 نعم تو دا نعم شرح عمدة الأحكام كيلو قتلا هنا إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لأن فيه قواعد كثيرة قواعد طيب afai wa se tira leyin igba ti mamu imamu ti o na tun ma ton bi ohun na to tun dagba lo se wa se tira o wa se ti soru tira yi tira yi la yan wa ri ju gan ju tira ibn dakika al aid lo so idan eyan le wa leyin ko ye pe ko lon si farabaka si mo re abi n to ba se even ju awon ton si waju ero yato sawon sahaba a le ba won o ko si be se le sare to wallahi le ba won
هذا من ما تفوه به النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا نها ولا نصيفا ما بلغ مد أحدهم ولا كتو مدوا ولا كتو إداجي مدوا ني انتو انتو توبيتوكي ها أحد تقول لا توكي دي لغودني ya ma na ah ah no awon le na wo ko wa so la san gold lo na ko to mudun ta won sahabi shi radiyallahu anhum ajma'in ah den sabi fun tayib so it mo lo ni pe iyan le wa ko wa leyin kama jaa al imam yani al nawawi akhiran fa sunna hadha al kitab fa kitabuhu huwa talo ti ri awon tira awon afata da ko swaju talo lo al imam abdullah mubarak ni الامام الدارقطني ني ها تاني لو كونو اني لو لاني لو انسي الامام النووي كلا ان بيغان الاربعون النوويه كان تبالو سكندري سكول با 40 اديس كني كان النووي كولكشن تله نيما تي مي كون بي ايو شنو كونكشن تي كون تا ما ني اديبو تي وا ا مو تا نو ما كونكت تو اي اي تي غوي نيما تا كولكشن ني كون شي كونكشن طيب قال وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال اتفق العلماء تري ان وان ان وان بيجو مي كما حملهم تمتون دي طبعا انبا مي افامي لي شي اولي سو اجماع اتفق اجماع العلماء كذا اولي ماري به ان لورو تي وان ايبي تان وان شي استقصاء اتي استقراء فان فاكوجو با الهي خلاف وان به تو بو غان تو بو غان نيو يعني في سرده او قوله اتفق العلماء فيه النظر فيه نظر في عفان اتفاق او ربي متا ني مبه مبه او كان مطلقا في فضل الاعمال على الحديث حديث ضعيف على لو في فضل الامر يس كودا انا اسما ميري ميوا اور امام احمد ابي اتا فامي ها على لو على الحديث ضعيف اي نو 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 على لو البتة ابدا في فضل الامر لا اجي سو ما ران سلاف وا بي تبا مو تبا نسو نيبا اور اور عقيده اور عقيده اور كني كان شددنا في àwọn tẹ́kọ̀ fàdá ìlàmọ́ lẹ́yọ́dá àti ọ̀nà fìlà méjì wọ́n gbà ládá tó bá ṣe ìtìkáfù nǹkan bá ìlú ọlọ́gbà tó bá ṣe báyìí ẹwọ ẹtọ́ àwọn èèyàn lẹ̀ kò bá yẹ pé yáá dá ẹfìnà lọ́lọ́ ẹjẹ́ mọ̀ ṣe but àwọn tó sọ yẹn náà wọ́n fi ṣòrótù sí fa ṣòrótù yẹn yẹsùn tẹ̀tì bí kùhù yẹsùn nínú ẹ ni pé à ń yẹ̀ ń dẹ́rìjà تحت اصل صحيح يعني كي افي شكو سالي ضعيف فو ابيرنس كان كاني ورو او تمام سو ران فقها بيبي ابي اوران ودابا فو ابير ماني ادبني ربي فاحسن تاديبي سو اوني اورو يين كي تنشي كي شورا نبي اوتي بوت اونلي بي تون في درايف مبي اوكي علي لو بوت on ni bita le beta yes an adab muhim en go leko abiru hadithi to wa nu blog moro masalan hadisi ala koko leki joso hadisi abu humama hadithi to so ni pa yani anwa'ul miyah athalatha da al ashiya allati yani idha taghayyara fil ma إذن الماء أصبح شيئا آخر ها إيه؟ توني كي حديث هنا لا كلتين أحاديث كلتين إن هذا على قول ضعيف أوتي بوتي ما يزو حديث حسن أو صحيح حديث لك حديث أبو همام الباهين تها إن الماء طهور لا ينجسه شيء يكون أبو يكون زيادة إلا ما تغير من لونه أو طعمه او ريحه او افا ما بي حديث حديث يو لو
ضعيفني، لكن يعملون به. هل يعملون بهذا الحديث نفسه؟ يعملون بالإجماع. أنا فاهمكوا الإماء إذا تغير إما لونه وإما طعمه وإما ريحه الإماء أصبح يعني نجسا عن اتفاق. بس ما شيء اعتماد لوري حديث يعني إنه شيئا كاتلني على أفشى حديث أقوله يبي أري أسمه نبومي أوكونو أكيد وني الله يعتقد إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أقوله ني النبي لسه ما بقولتيه أني على نروية كيلا ها وفي الحديث كذا 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 أكو سوي أما أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما جادنا أها إذا قد نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أنك علمت أنه ضعيف أسمع كده يفوني أسمعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم no so إليك جنية إليك تا وني أن يكون الله يكون الضعف شديدا الله يكون الضعف شديد ضعف دون حديث يقول الله براج ogoro je nti e ko yo fuye so ka tele mi oda eh a le lona so ida na won ta so ko ari doyi fa ma dan lo ari defo la le lo ari la dis doyi fu awon ton la le lo gan won fi shurut si wa yas'ub tatbiqu hadhihi ashurut yo ni raga tori pe ngba to fa ko tadis to ni to ni qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana defo la dis yen a yen defo ni lo odo ti ni yen lo la tebi kin se doyi fu in ti o para so ni o ta ni ba doyi fu na okay doyi fu na won ni pe anabi so wi pe eh abi won so pe ninu oro ti won fi ti sanabi o ti en pe ejo mo po kuku fi le iran itaf ma wa be yastanid ila shay'in sahih yani ka lu eja fo won le so iran oro itifaku yi oro ti awon afa ti won sala ipe ni won lo ko si itifaku lori e yani fihi nazar tayib ahmad akol aidan قال اما و فليس اعتمادي على هذا الحديث او تي سي امي وا مي غبار لي حديث يعني كي حديث كوم لو غي بي ري بي بي ان تو با 40 حديثا يو كي زاني جو جمع في زمره العلماء والفقهاء مي اولو بل على قوله في الاحاديث الصحيحه ليبلغ الشاهد منكم الغائب سو انت مولو ني سو اليس لا لافيا سو خلاص اورو تي باري وقول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي اوعاها واداها كما سمعها فرب مبلغ او عام من سامع قال ثم من العلماء من جمع الاربعين في اصول الدين اما بو المي نبي اورو عقيده لو تي كو 40 بوكو حديث تو سونبا اورو عقيده اوكوجو وبعضهم في الفروع الامين بيعرف فقه لوتي كوجو بس بي هل يجوز تقسيم الشريعه او الدين الى اصول وفروع ورتو كانوا ايفون شيخ الاسلام تيميه غان ربي متا لوري لوري يس ورتو تكون اون غاشم جام غان اه ما ستاند وين يو نون سو باي سالي بي ابالي بي او جي اس سو علي بي يعني بي يعني بتفصيل او جي اس اور اصول فروع ama bi awon kan fa gba be wole na fa fi mon di gege bi won se ngba ibi kan wole bi oso osun fi ki ta para menu ba insha Allah to ba di bi oro majaz oro mutashabi oman soro bi oro akida to ni agbara oman so nbe so na fa kini won ki fi nfenu e kan na kini ni won ki fi fo e kere mu ko no 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 ah gba wole so ba ka gba fa mi to n pa ro pe no ko si majaz only reason what is it only reason طيب قال وبعضهم في الجهاد المي في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الاداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحه رضي الله عن قاصديها وبدا وقد رايت جمع 40 اهم منها من هذا كله صار في نظريتي نو يتم في كوجو يي اون كو بوغو اسينوني وهي 40 حديثا مشتمله على جميع ذلك بوغو اوكو بسينو نعم هذا الكتاب هذه الاحاديث كم هي نعم 42 اذا علماء اذا كان هناك كسر تنكاتي لي وان شاء الله عندك انغبا مي 42
40 to wa develop for 42 one paro idan won kira won pe ni stella sina o won around here eh won approximate here won approximate here ni so eleyi ko soro jale pe ah se awa ni mo imam lo yin paro ni any 40 42 la ba nbe ta lo fi meji kun koda yo kan won mi 50 la ba nbe ke bi a se sara inshallah ani lil imam ibn rajab awon fi mejo kun to fi pe 50 قال وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين هذه قاعدة اجل ان كوكو حديث تو انو اربع نوويه قاعدة قاعدة من قواعد الدين كوسي بتالي لوسي من قاعدة كوسي بتالي لوسي يندرج تحت ان كل باب كوسي بتالي لوسي ان يورو عقيدة اورو فكه اورو انيثين علي لوسي بي. و وقد وصفه العلماء بان مدار الاسلام عليه يقولون الاسلام تنقل الاسلام بوتي كوسينو اوانوري نغاتي ابانكا ان شاء الله او هو نصف الاسلام او ثلثه ونحو ذلك ثم التزم في هذه الاربعين ان تكون صحيحه وان ميوجو كوي بي حديثي غوغو لا في اما هو حاول ده بيان فاش سو هناك بعض الاحاديث فيها ضعيفه نين وين تان فامي ضعيف ون حديثي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني اينو يكون لا العافيه اي سو ريزن طيب يتبادي به علي سو ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم واذكرها محذوفه الاسانيد ليسهل حفظها سو مو يا اسناد يعني ادسنا كذا وكذا 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 اولي ما واتها فهم تو سي بيري ايما ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تبارك وتعالى ثم اتبعها بباب في ضبط خفي في باب بباب في ضبط خفي الفاظها سو ابارا نسكا ميك اما شبا انكو اوان كلمات كلمات سيسالي ويشارو سو جوي مامو نواوي شيشيني ايرا مامي وان يوكو مبي اما اصل كتاب ارا وان تنشي بياني او الفاظ يسيبه وينبغي لكل رب في الاخرة ان يعرف هذه الاحاديث الله اكبر ايبو الميلي ويوكو شكيلو دي ورو انجي ورو النبي بي ورو النبي نانا كو جو صلى الله عليه وسلم ينبغي بكل راغب في الآخرة ها أه؟ بنتون والي كيامة وتي أن يعرف هذه الأحاديث تلقي هذه أحاديث قواعد الدين لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره تينا باك على دائري بيا أولي بيلوتو ها أه؟ وعلى الله اعتماده وعليه تفويضه واستناده ولو الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة أرأيه افاوى الامام تو شيترا شرح السنه افاوى البربهاري فدان سو في ايوا تو كيني كان تو ما عقيده كيني كان تو في بورو دادا وي كان او بورو كا تيرا غا تيرا ييو ها باون كان وان شي اني شان نو على هجوم عليه كيني تيرا و انت باشا سمو تلزمو نبي كتاب بكراته هذا الكتاب هل هو وحي يتلى غير القران هل هو وحي يتلى نزل بنا السماء لا وني كيو كنتو انكو سيبي اورو ان استقراء من الكتاب والسنه على فهم سلف الامه خلاص سو انتو سي نيد نونو سو هو كانه قربها اليك هذا هو تو اواني الحديث الاول تو ياسكو مو انجي بتوي او يا كاتمو حديث ميجي سو سو اجي كاتو قال الحديث الاول عن امير المؤمنين في واحد يقرا ابن اسمي اقرا يا زول اقرا اقرا انا افا اقرا انا كنت اقرا يقول انا ما هو بقارئ تفضل أبو الحسين القشيري القتل المصنفه
جزاكم الله خير. إذا هذا هو الحديث الأول من هذا الكتاب، وهذا صدره هذا الكتاب بهذا الحديث يعني قصدا قصدا كما فعل بقية العلماء. قال الإمام البخاري أيضا في كتابه صحيح البخاري برى بهذا الحديث لأنه يتعلق بالنية، لابد أن تصلح نيتك، لابد أن تصلح نيتك. حتى يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي يعني يجدر لكل مصنف أن يصدر كتابه بهذا الحديث حتى تصلح نيتك. علمي والله الله ما جاء شاشي دانو علمي كان شيء تقول أفا في آخر المطاف هيك أنا بيوا أروي ما يجان ولا جاء كذي شيء بو لذلك أفا ما فين شو هذا سيب يعني وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا فيسبق عليه فيعمل بعمل أهل النار. وني إشارك وش تبي أولاً كأو كي يا كان يبارك عليك أنا نو نيته غير صالحة أني أتبين شيء غير كان يبي يبقى لا ما بتاتي بو هنا بولا ميتا إفا سنة تي أوروبي هم توصي بوا لا تدعوا نبي دايركتني yo wala ba de pe kilo de farabale no ah sunna de ah ka se sunna kila mberu fun ka se sunna o ti ye ntele bi se de yo fe belu bi ro pe mi wa ni ini soso pe mo ti ete akoko nu in tu wa ga ese ko mo pe ah o show fun mi baje ta ba lo yo wa ga ese bai kilo de halata no tu wa anu anu o te fun yan mo te na mo te اما ما تفي اجد الاسلام لا يحتاج الى التفريط ولا الافراط. نعم عائشه سيد عائشه تو يلا برو تو جايس بلا ذكر يبقى مي اكو ما ندوا لا لا اون كان اغورو او كدبي او داني مي سو ودا اني كنت شي تطبيق او سما كي شيخ نانا تي ما لي ادبو دوا تطبيق سنه سنه ني but awon te jon se kini won eh gora yin as in won ti goyi eni lo ni ma fi pataki nu mosalashi ko sin ti o sele eni o mosalashi o yi pataki nu se ma tan ri ga ah o na sense wo en te pe awon ibo ma ni won o fe lu o tun da ni ta de bo se kini o pe ah pe sunna afa lori yin nu won ti gbe afa afa oro na di court o di station station now why you say do that now one ni gboye won pe ah but you know say they don't they put slippers center most now won so ke sunna ni ara ke sunna ni o ti nsin o wa te bi sunna ma ko fi hikma si ba pe awon bi nse ja hikma e pe te fi ma ya agbo nkan iyan ko la nso o iyan ko la nso hikma te pe kini wa hada al muwafiq li sharia intan son tayib so niya o se pataki elemi ya iga elemi se ni o fe sesin amo boya ko awon hawafis kan wa se pe awon to jo rin won gbadun awon ni ojo gbadun uru e la le tu pe okay o fe sesin so wu eh ohun la nabi na so pe wa inna ar-rajul la ya'malu bi 'amal ahli an-nar bu te ma ri bi ko mo fa gbo ko mo fa siga bo ina boya simi wallahi olo san elemi elemi ti lutiri elemi ti lutiri bai mori na wa njo kan 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 so ah kilele ah e fi ele long story ni wala alhamdulillah wallahi alhamdulillah elimi ti ya tatu sara elimi o ti se zina lori shirishi sister mi afa o ti ni jina olowa shanu re so ye ka ma dupe folon fun wallahi kuda awon ta ba le se je pe ah ni won ba se gbianju re li an yahdi allah bika rajulan wahidan خير لك من حمر النعم او النعيم اجا بيوجو تو تي سو كوا تو كلاس وا سي او سي پتاكي گان حتى اجو کو تا جو کوي الومي بو سي وا ان تو وان توري اي بي اه سالون جي اوفي ني الحمد لله ميو ني ما بيا يا سي زاما بي كيني كان وان فون فمي لبون فمي لكولا كي ما كو سارتيفيكيت بو ان تو ني كي ما تي گوي سي وان سان فمي لو نجه مي خسارو اي مو مي خسيرو اه الله ما جا شوفو èyí ó sùn fún àsìkò nìyẹn ó yẹ kó fasikò ẹ ṣe nǹkan míì fasikò kò wúlò fún ọ ẹ kí ló wá ń ṣe wọn fọ olóúnjẹ
iyo ni tuma kokon ko ba le ron lo ron je ma ni haliko kan ni ni haram afo wa kan lo nitori pe haliko ba insha haliko ina ni o awon yan lo min buldani shatta lati lo ko eko lodo afa awon lo from buldani shatta seri ba ta won luwa wa ah o lan pe afa yi ah shauka afa yi ti ni agbara oya e ma se mo oya ka ka ti mo get nti mo so fa ta ba mo nti mo so afa afa to gbajumo daada ni afa sunna o ta afa awon awon ya won to ja won jo wa nberu pe le se lo ni gbajumo wa lo bayi ta yan ko ni koto Nigeria Egypt Syria an yan wa min buldani shatta min am min amakin mutafarriqo foro oro mo elebi ko koni ni afa yen bo lowo bawo lati bo sibo ero po ni e jo ko ai mi na fe keko te ki sa keko ko da won ni se ijaza fe lo mi fe ya me na fe se ijaza ero po ero po so al anniya niyya yani hada muhim jiddan bugo nta ba se a pa so na insha Allah boya ti asko ba ba wa so hadithi al hadith al awwal en to ba wa onan ali amirul mu'min awwalu man lukiba bi amirul mu'minin wa umar bin khattab tepe tele ngba ti abakir je khalifa kana yusamma bimada bi khalifati rasulillah ngba ti umar je an kan pe ni khalifatu khalifati rasulillah o ti wa guju khalifatu khalifati rasulillah bo la si ma pe sa pe ni si ma ni ke en so mo ni ni o ko olorun ba abi ni o yin zul jalali wal ikram ala ko ni ke en wa bi mo ko wa so mo ni abdu zul jalali wal ikrami sa pe yo ti guju ta akile de ewo wala ko si rahmanu nbe ko si rahim nbe eh ko si se ki ni dawani ko mo ko meta wa inspector mo ko meta wa ka file to ko abdu zil jalal wa se meta ina ti pe won ni ma pe eh okan na ni so awwal man lukiba bi amirul mu'minin hada so ani kan ko se tira I think abu ubaida ati mas mistake ka ah ya yeni amiru mu'minin na ka ti ona amiru ara ra o to ko ko ma ti bu amiru ra wi eh o wa di fakana yulaqab bi amiril mu'minin wa abu hafs annabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi laqabahu bi hadha laqab a o bi hadhi al kunya afwan ami lo funa abu hafs ma annahu laysa min abnaihi man ismuhu hafs lakin indahu hafs aha kun hafs ma mana hafs lugatan al asad asad nan pe ni hafs so ma ja abu hafs kini mashallah hada ma lakiyahu ash-shaytan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjihi shaytan ti shaytan bari umar afa yo fe yo gba street ni ah oko yin tun bo koda afa wa abdul mas'ud oni ma zilna a'izzatan mundu aslama umar Olorun fi Islam Umar Olorun fi shan wagan o je o je n to le ninu eyen o wa lo sunu Islam pa ke ngba mi to wa fe le gan arabi mo ni die 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 be bi kiso ta so fun alana hatim ibn abi banta ngba ti sele sele ah Umar ni ah dani adribu unuka hadha al munafiq an ti se ah o le amuli le mundobit tori pe ngba mi se le mi ba le eh to ba de ko kan ngba mi yo para yo ro koi ko ma ro bayin ama yo pa ti ma ni se le ah no aburu no ti da e je se bayi ah yo ro pe eru ngba won pe ti mo ro ba fi le je khalifa ah wala de bo ngba to wa de be won ni pe ri ro ti e gan o fe ju ta bakir lo ngba to de khalifa ko da o ngan ba abakir ja lori awon ro kan pe ah won o ti a le ju e bi ni mo pe o ma so pe mo le ateyi wa lagbara ju to cortel money is zakat e se bi won so zakat ni eyan se lagbara won sa kirun eh so wa hum mani imtana'u an dafa'i zakat fi wale eh awake ni eh wallahi law mana'uni inaqan aw iqalan kanu yu'addunahu ila rasul sallam la qataltu ma ali ah uma to ah anta tufarrik tufarrik bayna as-salat wa az-zakat uma no ah to o to ni o yes so li lere mundobit so awal man luki ba bihada wa huwa irtaqo ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddin
ona ninu awon ti won je familia nabi na lona. Yes, ninu familia nabi na lona sallallahu alaihi wasallam. One meet loke, won pade loke radiyallahu anhu oro re po min hadhihi umma en ton pe muhaddath huwa muhaddath mana mulham nta ke bi ilam tan kan paro won nta ke ilam fe kini ele na sora ni olorun fun ni hadha mulham wa aidan tanzilu ayat wifqa ma irtara ma irtaro a ma irtaahu ima nti mo ba so des olorun si ma so aya kale lori e محدث سبحان الله عمر ما تلون صايا قالي بي يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلم ما تلو عمر اهو اهو اوتو اولون تي سي ني حرام كان كما سمو مسلا سي ني ها تو اهو سي مو مو عمر ني اه اللهم ام بلون اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا اورو يو تي كليت اولون داكو شلايه فو دادا ولو تسوى يا نيكالي تي اولوني يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير وما نافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما تونتي باي هو تي شكتنا كانو كيني او تي كليس انا شي ممكنني اكون يبالي اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ولو تسوى ايا كال نهائيا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام بيجس من عمل الشيطان على عم فاشتربوا اجناس ها الحمد لله نجا وادو حتى في امر الحجاب امر الحجاب كما سو ولي ولي لين ابو بكر ولي ني عمر والله رضي الله عنه اورو اكو غان والله تبارك كما سو علي صوتن علي صوتن طيب حديثي اما فا ما بيني حديث غريب حديث غريب لماذا هو غريب ورا فول حديث ايتا كابينس بايكونيا مبيتي ديبي فكل غريب ما روى راوي فقط يعني روى راوي فقط او كلو باوا بياسبي في اول اسناد هذا الاسناد غريب وفي اخره مشهور ها رواه عمر بن الخطاب بطريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه القرشي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن عمر بن الخطاب من علقمة ابن وقاص الليثي علقمة ابن وقاص الليثي ورواه عن علقمة ابن وقاص الليثي من محمد ابن ابراهيم التيمي وفقط وعن محمد ابن ابراهيم التيمي يحيى ابن سعيد الانصاري وعن يحيى ابن سعيد الانصاري خالق كثيرون حتى بل لما قالوا بلغوا 300 اذا في اخر اسناد الحديث مشهور وأوله ماذا؟ ها؟ متهمل. فإن شاء الله يعني دقيقة دقيقتين. So حديث يوم بينك غريب. But any concern جوني الحمد لله أتكو ردو فونا. لا تنسي. حديث غريب بني غريب بني حديث يعني حديث يو غريب. غريب بي اورو حديث ابو هريره اي با اورو كفاره كفاره تمن جامع امراته في نهار رمضان حديث غير بني سو ضعيف ني اذا وات سونجو ني بي من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب انتو اكزيست ني اومو سو با غريب كان بني غريب اوتي اوكي سي اوكي اودا لافت رودنا بي غريب ني سو او سي ضعيف ني ko se gbogbo ayifu ni gbogbo se gbogbo ori ibun daif imi wa je pe daif ni o ama ile se daif e ina sin lo ko da imam bukhari khitaman imam bukhari awwal hadithin fi kitabihi hadha wa akhiru hadithin fi kitabi aidan hadithun garib e ina sin man ka ko da e ma so salatu be ni kalima tani khafi fatani habibata thakilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah subhan ila salatu yo
awon sa sin ati pari wa sin pe hada mi shishina tina ati de ka ba ati pari wa sin papa jo tafsiri subhanakallah walhamdik sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.